سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: سمعت على إحدى الفضائيات شيخا يقول أن اليهود والنصارى في هذا الزمان هم أهل ذمة وليسوا مشركين، فهل هذا صحيح؟ وهل الذي لا يكفر من كفره الله سبحانه وتعالى يكفر بمقولته هذه؟ أو ليس اليهود والنصارى كفار بنص القرآن والأحاديث النبوية؟ وكيف يأتي من يقول أنهم ليسوا كفارا ويؤثر في الناس بمقولتي هذا؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. أولا، أهل الذمة هم مسلمين، فكلام هذا بأن اليهود والنصارى أهل الذمة وليسوا كفار جهل، بمعنى حتى مفهوم أهل الذمة. أهل الذمة لهم أهل الله، كان الناس جميعا بعد بعثة النبي مؤمن وكافر، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل به له، ومن لم يؤمن بذلك وكفر. فلم سمع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي الله لا يسمع إلى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به، لكن من أهل النار. فكل من لم يدخل في الإسلام هو كفر. ليه؟ هؤلاء الكفار أخشاب، منهم كفار محاربين، يعني محاربون الإسلام، في مكان النبي في مكة، في المدينة مثلا، بعدين كان أهل مكة يحاربونهم دول، وكذلك حاربه كثير من قبائل العرب، فدول كفار محاربين. وفي كفار لكنهم يعني أهل عهد بينه وبين الرسول عهد، وإن كانوا على كفر، مثل خزاعة مثلا كانت يعني على كفرها، كفر أكثرها، لكن بينها عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عهد كثير من قبائل العرب، دول كفار أهل العرب. ثم بعد ذلك في كفار آخرين هم أهل ذمة، أهل ذمة هذا فتح المسلمون بلد بكفار يعطوهم عهد وذمة ليكفوا على دينهم، كما هو في الشروط العمرية. شروط عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس آمن أهلها من النصارى على كنائسهم وعلى صلبانهم وكتب لهم عهد بها. فدول أهل الذمة اللي هم أهل العهد، أهل عهد في بلاد المسلمين وتحت سلطان المسلمين، لكنهم أهل الذمة. كذلك حرية انتقال وحرية التملك وحرية كذا، ولكن لهم يعني أيضا أحكام خاصة. فأهل الذمة قد يكونوا من اليهود والنصارى. ولما اختلف الصحابة في المجوس، فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال النبي: أنا سمعت أن النبي يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني هل المجوس يعطى عهد تحت الإسلام ولا يخير بين الإسلام والقتل؟ قال اليهود. فقال لنا النبي: قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فيسن بهم سنة أهل الكتاب، يعني أنهم كذلك يأخذوا ذمة، وإن كانوا من مجوس أو كافرين أو غيره. فأصبح كل أصحاب الدين ليسوا بمسلمين، ولكنهم يعني رضوا أن يكونوا في كنف المسلمين، فدول هم أهل الذمة. فأهل الذمة كفار، لكنهم لهم عهد مع المسلمين، لا يقاتلونهم ولا يقتلهم، حقوقهم يعني في بلاد المسلمين. أما الكافر يعني المسلم، لكن كل من ليس مسلم فكافر، سواء كان محارب، كافر محارب، كافر معاهد، كافر مستأمن وهو في مكانه كافر من أهل الذمة. هي أحوال تكون الكفار مع المسلمين، فليست أحوال يعني الكفار مع المسلمين بحال واحد، إنما هو يعني مختلف الأحوال. فهذه لكن الاعتقاد بأن كل من ليس بمسلم فهو كافر، فهذا واجب بحق كبير، يعني لا بد ان يعتقد المسلم هذا. واذا اعتقد بان الكافر الذي هو على كفر او شرك يعني انه من اهل الايمان، او انه اذا ما دخل الجنه يكفر، لان هذا يخالف يعني خبر الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد ان اليهود والنصارى الذين لا يدخلوا في الاسلام ولم يدخلوا في الاسلام وان كانوا معاهدين او غير ذلك، أو ليكون من أهل الجنة،
يبان، لأنه يعني كل مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. فكل الله يقول والله لا يدفع بي أحد، النبي يقول والله لا يدفع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فيجب اعتقادها، يجب على كل أحد أن يعتقدها، أن يعتقد بأن من لم يدخل في الإسلام هو كافر حتما، وإذا ما دخل النار ولا يحكم له طبعا يعني بالنار إلا بعد الموت، أما في حياته فإنه يحكم بكفره، لكن لا يقال أن هذا من أهل النار إلا إذا مات على الكفر، لأنه ربما أنه هو في الحياة أن يتوب الله عليه. فالنبي قال له الله تبارك وتعالى، قال النبي بعد أن في غزوة أحد شد وجهه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في صدغه وكثرت رباعياته، قال كيف يفلح قوم شد وجه نبيه وهو يدعوه من الله، وقال له الله ليت لك من أمر أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ليس لك من الأمر شيء، فأمر الهدى والضلال إلى الله، لكن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر هذا طلبه في الحياة يحكم بكفره إذا لم يدخل الإسلام، لكن لا يحكم بأنه من أهل النار، لا يحكم على أحد أنه من أهل النار إلا إذا مات على الكفر. فإذا علم أنه مات ومات على الكفر لم يؤمن فليحكم له ذلك، لكن طالما أنه لم يدخل في الإسلام فهو كافر، كل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر. نعم. وهذا سؤال يسأل، هل ثبت شيء من السنة أو من أقوال الصحابة في مدة حمل السيدة مريم عليه السلام سيدنا عيسى بن مريم، أم أنها مدة حمل طبيعية؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لا، الذي ثبت أنه حمل، يعني حمل كما يحمل البشر لكن بغير طريق البشر، إنما كان هذا الحمل بنفخ، قال الله كما خلق تبارك وتعالى فنفخنا فيها من روحنا، فجبريل أتاها وهي في محرابها وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، والله قال فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، ولم يأتي أنه يعني كم مدة الحمل كيف هي، ولكن يعني جاء أنها خرجت بعيدا عن بيت المقدس، لأنها كانت في بيت المقدس، كان محرابها ومكانها في بيت المقدس كما قال جل وعلا، قلت عليهم قال مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مكان شرق المسجد، يعني في شرق المسجد اللي هو مسجد الأقصى موجود حاليا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسك لي بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا. فالآية في عيسى عليه السلام أنها حملت من غير يعني رجل، ثم إنها وضعته هي وحدها كما قال الله تبارك وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فإن ذهبت إلى الناصر في الجليل، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قال جل وعلا فناداها من تحتها لا تهتدي قد جعل ربك في تحتك السرير، والسرير هو جدول الماء الصغير، ثم خلاه هدي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا، وطبعا النخله لا تهد باليد حتى باقوى الرجال، فكيف بامراه في المخاض، لكن هذا يعني انما هو صوره سبب، وان النخله تهد فتساقط الرطب هذا لا يكون يعني في الأسباب العادية، وإنما هذا أمر الله تبارك وتعالى، فقيل لها فكلي يعني من هذه الرطب جني، جني اللي هو المجموع الآن
اشربي من هذا الماء ثم قال لها فإما ترين من وقر عين فإما ترين من البشر الأحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الكلام فلن أكلم اليوم من فيه. وكان مشروع في دينهم الصوم عن الكلام. ثم إنها بعد ذلك لما حملت وجاءت به هذه كلام القرآن، أما الكلام الموجود في الإنجيل محرف غير ذلك. أنها كانت مع يوسف النجار خطيبها، أنها كانت تجيب وأنه هو الذي حملها على حمار ودهنها وجابها بعد ذلك. هذا كله من كذب أهل الكتاب. أما هذا كلام الله تبارك وتعالى، فإنها كانت وحدها ولذلك تمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبلها وكنت ناسيا منسيا، خافت الفضيحة وأنها حملت وأتت به، فلم تكن محمولة على حمار كما هو مكتوب في الإنجيل. نعم. وإنما رجعت بعد ذلك فلما رآها قومها استنكر الله. يعني فتاة كانت تجارة للعبادة، كانت معتكفة. يعني في المسجد على طول العبادة منذ أن وجدت، لأنها منذ أن ولدت ونذرتها أمها لامرأة عمران، قالت رب إني نذرت ما في بطني لك محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها هي مريم قالت رب إني وضعتها أنثى، قال جل وعلا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وزكريا زوج خالتها زوج أختها، فبخيت يعني فأصبحت في كفالته وأصبحت في المسجد. ولكن كان يأتيها الطعام من الغيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب اللي هو معتكفها، وجد عندها في تين موجود في عنب في، فيقول لها يا مريم وأنى لك هذا؟ مين لك هذا؟ فهي في كفالته. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. ما كان يأتيها من غير هذا. ولما كبرت على هذا النحو جاء الملك وأخبرها بأنه سيولد لها ولد وقالت هذه المقالة. ثم بعد ذلك خرجت يعني فارغة عندما حملت به ورجعت بعد ذلك تحمله. الله يقول يأتي. وأنها لما رجعت تحمله قال لها قومها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، كذبة كبيرة، مصيبة كبيرة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الله يقول فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث. والله قال بعد ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتره، هذا قول الحق من الله، قال روايه الحق وقصه الحق من الله تبارك وتعالى. فانطق الله عيسى بهذه الكلمات وهو في البحر، وهذا من جمله يعني معجزاته التي واياته التي اله الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان حملها والله تعالى اعلم لم ياتي نص على كم كان مده هذا الحمل، فيبدو انه كان حمل طبيعي لان الله خلف حملته فانتبذت به مكانا طبيعيا تعدد كبير وان المخاض جاءها هناك فحملته كما يحمل يعني على البشر، لكن كانت المعجزه ليست في مده الحمل وانما المعجزه في انها حملت بغير من غير زوج، وأن الله تبارك وتعالى أنطق وليدها وهو عيسى عليه السلام. وهذا سائل يسأل يقول ابني دخل السجن وله زوجة وأولاد لا يجدون من ينفق عليهم، فهل إذا أنفقت عليهم فهل إذا أنفقت على زوجة ابني وأبنائها من زكاة مالي أكون مخطئا أم جائز الإنفاق عليهم من أموال الزكاة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لا يجوز الإنفاق على الزوجة والأبناء من الزكاة الواجبة إذا كان عنده مال وفي زكاة
فإنه لا يصرف هذه الزكاة لزوجته ولا لأولاده مهما كان ما يصيبه، كان في مرض أو في سجن مثل ما يقول هذا إن والله إليه، أو في بلاء معين أو في شيء، لا ينفق عليهم أي نفقة من الزكاة، وإنما ينفق عليهم من مالي. فأما الزكاة فإن لها صرف، لا موجب عليه الزكاة، فإن لها يعني أوجه الصرف غير هذا. ومن كان في كفالتك فلا يجوز لهم أن تعطيهم زكاة مال. فالزوجة في كفالتك، إنفاق للزوجة يجب أن تقوم بهذا النفق الواجب عليه. وكذلك الأبناء لهم الفروع، وكذلك الأصول. كل شوية راجل كبير وهذا وسأنفق عليه أعطيه زكاة مالي، لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لا لأبيك ولا لأمك ولا لأصولك. كل جزاء ولا لفروعك، أولادك أو أولادك ما يعطون. ويقول زوجة ابنه، زوجة ابنه إذا كان لهذه زوجة الابن ما يلزمه كفالة يعطيه، بس لا يعطي لابني، يعني لابني لا يعطي. هل هذا السائل يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها على الفقراء دون علمه، علما بأنه وليس بشحيح وينفق على الفقراء وليس مقصرا بشيء؟ نرجو الإفادة بارك الله فيه. هل السؤال ولا شكوى؟ خاف يكون شكوى ويكون الرجال هنا. على كل حال المدام هي تعترف بأن الرجل يعني ليس بشحيح وليس بهذا وبينفق، تستأذن تقول والله أنا بدي آخذ شيء من مالك أنفقه على يعني بعض الفقراء والمساكين، لا بأس بهذا، فلا يجوز كذلك. فيقول على كل حال أن تنفق يعني من مالي غير مسرفة، إذا وجدت أنك كان يعني صاحب حاجة حاجة أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على هذا على المسكين، هذا هي خاصة إذا تعلم أنه يعني من أهل السماء فيها. لكن إذا كان يعني موجود فلا بد يعني أحسن إذا ولا بد. هذا سأل يسأل ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ نرجو الإفادة بارك الله فيه. بإمامهم بكتابه، يوم ندعو كل أناس بإمام، كل واحد يجي مع كتابه، كتاب أعمال. الإمام هنا هو يعني كتاب الأعمال، لأن معنى الإمام، الإمام يأتي لمعاني كثيرة، منها الكتاب المرجع إليه الذي يرجع إليه كما قال سبحانه وتعالى في إمام مبين هو المخلق كتاب الخلق. وكذلك هنا يوم كل أناس بإمامهم يعني كتاب أعمال، الكتاب الذي كتب فيه عمل، فيقال له اقرأ كفى بنفسك اليوم حسيبا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه اللي هو هذا الإمام هذا بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من الخيط، الفتيل اللي هو هذا الخيط الصغير الذي يكون في شق النواة، هذا لو كان هو تصدق بمثل هذا الخيط الذي هو في النواة، مو يعني بلحة كاملة أو كمرة كاملة أو نص كمرة، لا، لو بهذا، لو له من الخير مقدار هذا ما يخسر الله حتى الآن ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى يعني الحق والنور وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا، عن حقيقة كما قال تبارك وتعالى ونحشرهم على وجوههم يوم القيامة عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيحشرون عميا، فمن كان في هذه أعمى أعمى عن الحق، وليس أعمى بمعنى أن يفاخر البصر، فهو في الآخرة أعمى، أعمى مش على الحق، محدش يعمى على الحق، الحق خلاص
فكشفنا عنه الغطاء فبصروا كاليوم عليه كل واحد يعرفه. ففي الآخرة ما أحد يقدر ينكر الحق. هذه الجنة وهذه النار وهذا التراب وهذا الحساب وهذا الله يحاسب عباده سبحانه وتعالى. كل شيء تكسر ما في شيء خلاص. فكل الناس يؤمنون فكل الناس ما أحد يعمل الحق وإنما أعمى هنا فهو في الآخرة أعمى عمعين أعمى في المحشر كما قال الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. وجاء واحد قال يا رسول الله شلون يعني؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال له إن الذي أمشاه على قدمين في الدنيا قادر على يمشيه وعلى وجهه في الآخرة. نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وكذلك جاء هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ليش حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه عقوبة هؤلاء أن يحشرون على هذه الصورة. وهذا سائل يسأل يقول أعمل بالتدريس مع مراكز التدريب المختلفة وكان أحد المنسقين يبحث عن عمل نتيجة انخفاض دخله وفي هذا الوقت كان هناك مركز تدريب آخر يبحث عن منسق للتدريب فأخبرته عن هذا الشخص الذي يبحث عن فرصة عمل لزيادة دخله وطلب لقاؤه فهل أكون بذلك أخطأت في حق المركز الذي أدرس معه أم ساعدت الموظف الذي يبحث عن فرصة عمل أفضل؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لكن لحال يجب أن يفي العقد. إذا كان تعاقد مع أحد يجب أن يوفي العقد. أما إذا تعاقد مع مركز تدريب أو مع غيره ثم وجد عقد هذا من سنة أو ست شهور أو غير ذلك ثم وجد فرصة عمل أخرى أفضل من هذه لا يجوز له أن ينقض هذا العقد إلا بالشروط التي دخل فيها في العقد وإلا كان ناقض العقد والعقد. فيجب أن ينفي بالعقد. أنت دخلت في عقد مع صاحب عمل على أن تشتغل هذا العمل وهذا العقد لمدة سنة كيف توفي؟ وجدت والله قبل نهاية السنة هذه قلت بعد ست شهور إن العمل فيه فرصة أفضل هذا كان بيعطيك 500 دينار لا هذا حيعطيك 700 دينار أو 1000 دينار ما يجوز تروح تنقض عقد. يجب أولا أنك تتفي بهذا العقد أو يعني تخرج من هذا العقد بين الطرف بلغة من تعاقدت معه وإلا كان الإنسان ناقض العقد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.